بقول لكم ايه، يلا على طول. طبعا نادي الزمالك ان هو بياخد بطولة افريقيا لكرة اليد. الماتش اللي طبعا ما اتذاعش في اي حتة الا على النت، حتى اتذاع النت واحد صوره واتذاع لايف. البطولة طبعا بتزيد نادي الزمالك يعني تاريخ وعظمة. طبعا الزمالك بقى بطل افريقيا كرة اليد يعني. لكن ايه الجديد؟ يعني ايه الجديد؟ يعني ايه بقى الجديد في الزمالك؟ انا عايز اعرف، انت بقيت بطل افريقيا لكرة اليد، بقيت ايه مثلا؟ ايوه، بقيت بطل افريقيا في كرة اليد. بقيت بطل افريقيا في كرة اليد، يعني مش محتاج كفت. بقيت ايه؟ بقيت نادي عظيم مثلا يعني مثلا؟ لا، بقيت نادي هايل. قول لي بقيت ايه يا مشجع يا زياط يا عبيد؟ بقيت بطل افريقيا في كرة اليد. انت بقيت ايه يعني؟ ده بس اللي احنا شفناه. انت خدت بطولة افريقيا، فالف مبروك عليك بطولة افريقيا، بس انت بقيت ايه؟ يا عم انت فيك ايه يا عم؟ انت عيان؟ هو ده دق عندك؟ انت عيان يا عم؟ والمصحف بطل افريقيا في كرة اليد، اقسم بالله. هات يا زملكاوي، انت زملكاوي، انت زملكاوي يعني. انت خدت بطولة افريقيا، بقيت ايه؟ بقيت دمياطي. يعني الكون ما اتغيرش مثلا؟ يعني مثلا ما خدتش نقط في الاتحاد الدولي مثلا؟ طب تصدق وتؤمن بالله؟ اقسم بالله خدنا نقط في الاتحاد الدولي، والله العظيم خدنا نقط في الاتحاد الدولي. بص والله بعيد عن اهلي وزمالك، بس دي نصيحه اخويه والله العظيم. يعني احنا بني ادمين زي بعض يعني، انت بني ادم وانا بني ادم والناس كلها بني ادمين يعني. نصيحه اخويه، انت الكار ده مش كارك، الكار ده مش كارك. انت ولا نافع محلل ولا نافع ساخر، انت هتروح تقف على عربيه فطير بس.